عم بيتابعوا اللقاء بالإضافة إلى جمهور الاجتماعي أيضا على ما حتى كوراني تعودنا نشوفه بالتشكيلة الأساسية، صار له فترة عم بغيب عن التشكيلة الأساسية للمدرب لبنان بتاريخه، إنما ما كان أول لقب شمالي لأنه كان سبقه السلام صغرت حرزه السلام صغرت على حساب طرابلس آنذاك بنتيجة 1-0. هذه الكرة اللي عند حسين الدر، شوف التحفظ الدفاعي بعودة ياكوبو الفريق الأبيض بيهاتي بيلعب الكرة الطويلة داخل منطقة الجزاء لعند فوستيني، التغطية ممكن موجودة والتسديد من ياكوبو، إنما ياكوبو كرة عم تعلى عن العارضة. عشان بقى الساعل شوفوا بالإعادة، حسن دنش روض الكرة، ياكوبو سدد، إنما الكرة عم تعلى عن مرمى الأهلي علي. طبعا هذا دليل على ثقة المدرب بيدان الحاج كما كانت بتدل الثقة. صاحب ال 11 هدف اللاعب البرتغالي يلي قدم وراء اعتماده بدوري ألفا لكرة القدم، رد عم بيبحث عن أحد اللاعبين المتقدمين، ولكن شوف الضغط الدفاعي العالي، ياكوبو بيلعب التمريرة، حسن دنش ممكن ولكن الخروج من داخل سهير بحطها لعند ياكوبو، ممكن تكون واحدة من الكرات الأخيرة بالشوط الأول من المباراة المصيرية لشباب الساحل والإخاء. القبرصي عم بتحدى لإطلاق صفرة نهاية الشوط الأول، ولكن عم بيعطي بعض الثواني بسبب إصابة أليكسي خزاق اللي تمت بالدقيقتين وقت المعتصم بدل عن ضائع. ياكوبو ممكن يسدد بها المكان، ياكوبو بمر حلو كثير على التمريرة داخل المنطقة، محمد سالم بالقدم على اليمنى رح يلعب العرضية. الكرة أمامية بتنقطع بتعود لعند محمد سالم، ياكوبو واحد منقذ حسن دنش، عنده مجهود كثير كبير، لا أبدنية عالية للدنش، هيدي كرة أمامية، هيدي خطورة ممكن يكون لمصلحة شباب الساحل، العرضية المنتظرة من حسن كوران وهيدي الرأس كثير منيح على اللاعبين اليوم، مباراة حساسة في حال واحد من الفريقين خسر هاللقاء راح أقول إنه راح يكون بالدرجة الثانية بالوقت، هناك فرصة لمصلحة شباب الساحل تسجيل جول جول جول. بلغنا اللاعبين هيدا ابو بكر المل، اشتقنا لهيك لمحات من ابو بكر المل، العقلديه ما بين النجم والانصار يوم غد بالوقت هيك، الكره العرضيه المنتظره انما الكره الى خارج ارض الملعب كثير كبيره. المدرب طبعا المدرب اخبر، ولكن الكره حاليا بالمرتده، ياكوبو عم بينطلق راح اللاعب الغاني ممكن يلعب العرضيه، بيلعب الكره لداخل منطقه الجزاء طويل، موسى الزيات بحطها لعند ياكوبو، ياكوبو من لمسه جميله جدا بيلعب النتيجه، لازم الضغط اكثر، لازم على الاقل تشعر وكانه لاعبي طرابلس عم بيقدموا مباراه مدنيه هجوميه، ممكن التمريره الاماميه، ممكن جول ثالث، جول ثالث، جول ثالث للشمسين ايضا بعد ما ظهر، انما ظهر بالشوط الاول بفرصه خطره، ياكوبو يا سلام، ياكوبو يا سلام، يا سلام يا ياكوبو، امكانيات لعيب كبير يا ياكوبو، كيف نادي النبش تستغنى عن ياكوبو؟ خسروا امام الفرق الكبيره بنتائج صغيره وعم تلقوا احترام الجميع، وهذا الشيء عم بياكده شباب الساحل. فعل محمود انت قلت هذا الشيء وامر واضح، حتى هيك مباريات ياكوبو يلعب الكره، طب بشوط دفاعي اكيد طبعا ملك حسون اكيد هو الاخبر وهو الاوعى وهو كل شيء، وايضا بامكان رجال المدرب ملك حسون اللي بيلعب العرضيه داخل المنطقه، الكره عم تنقطع، شوفوا ياكوبو على الطرف الثاني بيعمل الزياده العدديه الهجوميه، ياكوبو كره طلع عند محمد زيات، هذه حاله التسلل يعني مباراه خاصه لدوغلاس، ولا حتى النقطه ولا حتى العوده الى المباراه، يعني باستثناء الفرصه الماضيه بعاد بعاد طرابلس عن ادائهم بقلب الله بقى. الله ياكوبو، شوف ياكوبو، شوف ياكوبو شو عم يعمل، ايضا مع ياكوبو، ياكوبو دوغلاس، حسن كوراني كرة طلع عند ياكوبو، ياكوبو ممكن يلعب الكره الوقت ايضا، ياكوبو ممكن يسدد، بيسدد ياكوبو كره توصل ايضا خطيره لعند نصر، نصر الكره تعدي هون، هناك تسلل واضح منه، واضح اكثر من واضح فعلا، هذا اكثر من واضح فعلا، التسلل اللي عم نشوفه
التقدم ممكن شكل خطورة، كرة عرضية داخل المنطقة، ولكن معتز موجود على مسار الكرة، خطيرة يعقوب، وخطير يعقوب، جول 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 يعقوب، عم بيسجل يعقوب. النبي الشهر البيضة ما بترفع بالبقاع، هيدي اللي بيقولوا يعقوب جول. بأي طريقة يا ابن خانة، بأي طريقة سددت، بأي مكان وبأي مقص وضعت الكرة. لارم هنا عم بيتفرج على هيك أنواع من الكرات، هيدي كرات طبعا. شباب الساحل عيسى يعقوبو بيلعب كرة أمامية على 51 دقيقة، مروا من زمن اللقاء 51 دقيقة، عم بيكونوا سريعين جدا، تحديدا 6 دقائق. دخلنا على الدقيقة 9، يعني كل ما الوقت يمر وكل ما التقدم هو لمصلحة الإخاء بهدفين مقابل. مباراة بالشوط الأول والإخاء الأهلي علي، شباب الساحل مقابل ولا أي تبديل بالإخاء، عم بيتحضر أول تبديل ممكن بالإخاء الأهلي علي بصفوف المدرب العراقي عبد الوهاب أبو مين. أعزائي على قلوبنا صراحة، يعني حتى الفريقين وكل الانديه اللبنانيه وكل اللاعبين شوفوا لا تقدم حاليا. يعقوب وعيسى بيحاول المرور، بيلعب التمريره داخل منطقه الجزاء، فوسمونات هي مرهونه بنتيجه المباراه، مرهونه بتسجيل شباب الساحل هدف تقليص الفريق، مرهونه ايضا مثلا انه الاخاء الاهلي علي يقدر يسجل هدف الثالث. شوف اليو هذا خطا خبره زهير عبد الله، انما هذه الدفعه كانت بالامكان انه يخلي الكسي خزاقة موجود وقوفا على ارض الملعب ويتابع اللقاء. من حقه الكسي خزاقة ايضا يضيع الوقت، ومن حقه يعقوب يتقدم، ممكن يسدد كره عرضيه من يعقوب، كره عرضيه من يعقوب، وتدخل واضح من احمد عطوي. جزاء عم بيطالبوا بركله جزاء كانوا شباب الساحل، هيدي كره عرضيه ما لمست بيده، ما لمست بيده الساحل، انه اصبح من المستحيل العوده الى اجواء المباراه مع عيسى يعقوب. مع الوقت ثلاث كرات مسح المباراة باخر الدقائق، ما معقول الكرة ما عم تهدى ابدا. يعقوب واحد على واحد، يعقوب ممكن يمر، يعقوب بمر، وين التسديدة يعقوب؟ عيسى يعقوب تأخر بالتسديدة، هشام شحيمة، الكرة ما زالت مع يعقوب. لعبة تعود ايضا لمصلحة دوغلاس، بينطلق دوغلاس، يعقوب مجددا ايضا مع يعقوب. شباب الساحل بالهجوم بعد